السلام عليكم يا شباب، ده فيديو كواليس رحلة صيد في صرف مزارع. الفيديو فيه غمازات وفيه سمك كبير، ولكن فيه كواليس هنقولها واحنا بنتفرج على الفيديو. أول حاجة معانا، مش كل صرف المزارع ممكن ياكل طعم بالنهار، في ميات بتاكل وفي ميات لأ. الميات اللي عليها دوار غلة وبتتقلف غلة ما بتاكلش بالطعم بالنهار. الغلة على النقرة يا جماعة. صباح الفل يا رجالة، صباح الورد، أحلى صباح صباحكو. سمكة حلوة، صباحكو ورد وفل. زفر العلف أساسي في دور الغلة، لازم ترميه، ويفضل طبعا لو معاك علف سمك أو علف من اللي المزرعة بتعلف منه السمك بتاعها، دي حاجة أساسية. بترمي بعد من كده الغلة، سواء غلة ناشفة أو غلة طرية على حسب المكان اللي أنت قاعد فيه. مش شرط إن هي لما تنقر معاك وما تاخدش يبقى أصبح إن مفيش سمك، بيكون في سمك كبير ولكن بيعوز حرفة صياد. السمك ده بيكون في بخ وبيكون بعضه مش واكل، فبيعوز يتاخد على النقرة، لأن هي السمكة ما بتبقاش مقبلة على الطعم اللي هو الغلة. الوقت طبعا اللي السمكة تاخد الريشة معاك او الغماس بتاعك وتنزل تحت، ده كده المية دي واكلة 100%. يا جماعة بندوخ السمكة وجايب اللقافة بتاعتي على اليمين، بنجي رافع بيها، نرفع بيها السمكة باللقافة، لان انا شغال بعدة خفيفة جدا. البركة يا جماعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنسب وقت تصطاد فيه في صرف المزارع لما تكون المية زايدة. صرف المزارع ما بتحبش المية الخس، استثناء طبعا الميات الكبيرة، بيجي عليها وقت لما المية تخس السمكة بتقبل على البر. طبعا الكلام ده بيختلف لعوامل الجوية، نبقى نتكلم فيها بعدين. متخافش يا حاج، متخافش عليا يا حاج، خليها على الله بس. الشبكة الخضراء دي هي اللقافة بتاعتي، أنا حاططها عشان السمكة التقيلة نحطها عليها من غير ما ننادي حد. أهم حاجة لازم تاخد بالك منها وأنت بتصطاد في صرف المزارع، إنك لازم طول ما أنت قاعد ترمي زفر، سواء كان علف او غلة. ممكن ترمي الاول العلف بتاعك في البداية، وبعد كده طول ما انت قاعد ترمي غلة. بترمي حبات صغيرة، ولكن لازم تكون محضر السمك طول ما انت قاعد بشوية الغلة اللي انت بترميها. دي طعم اهو بالليل اهو، يعني قرب المغرب، قلنا نجرب يمكن ناخد قرموط ولا حاجة. لما تروح المكان اللي هتصطاد فيه وتلاقي فيه المياه خاسة، وترمي مثلا الزفر بتاعك او المراية، سواء كانت غلة او علف، وتلاقي مثلا فيه غمزات خفيفة على الفاضي، تعرف ان اللي داخل عليك كله سمك صغير. بتتغرش بقى بالعقر وبالعفرة اللي انت هتشوفها، ده بيكون سمك صغير. في الوقت ده بتكون السمكة الكبيرة واقفة في مكانها او خايفة بسبب نقصان المية، مش هتقبل معاك الا اذا كانت جعانة. لو ضربت كام ضربة على الفاضي مثلا لمدة ساعة، تبقى انت عارف ان هو ده الرتم بتاع اليوم بتاعك، تبقى انت قاعد لرزق بقى من عند ربنا، غلطة تجيلك سمكة كبيرة او حاجة زي كده، ولكن تبقى انت واخد بالك ان العقر ده سمك صغير. سمك ابيض اهو يا جماعة، تابعوا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة منوعات رحال، ضربة مباشرة بالغلة.